عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية، وهي طبعا الفقرة الطبية. واسمحوا لي أدخل في الموضوع مباشرة ما ضيعش وقت، لأن الموضوع اللي هنتكلم فيه بيتهيألي مهم كتير جدا جدا من حضراتكم. النهاردة منورانا الدكتورة دينا أبو السعود، عشان مشكورة تعرفنا على الطرق المثلى للتخلص من الكرش. موضوع يهمنا أصلا. مساء الفل عليك. مساء الخير يا كريم. صباح الخير بقى. صباح الفل. هي تمشي كده وتمشي كده. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اخبارك ايه؟ الحمد كله لله كويس؟ ربنا يخليك. تمام. الحمد لله. تمام. الموضوع ده اكيد وانت ادرى مني مليون مره، يهم قطاع عريض جدا من الناس، فكره تجمع الدهون في منطقه البطن بكل انعكاساتها السلبيه، مش بس على صعيد الشكل، كمان على فكره يعني برضو عايزين نعرف منك الدهون اللي بتخزن في المنطقه دي تحديدا، هل بيبقى لها انعكاسات على الأعضاء الداخلية اللي هي كمان بدورها موجودة في المنطقة دي، كبد، كلى، إلى آخره؟ طبعا أخطر دهون هي الدهون اللي بتتمركز في منطقة البطن، بيبقى اسمها الفيسرال فاتس أو دهون الأحشاء. ليه أخطر دهون؟ لأن البطن أو الكرش داخله كل الأعضاء المهمة، من الكبد، من الأمعاء، من المعدة، ومن البنكرياس. فلما بيحصل تجمع دهون في منطقة البطن بنبقى عرضة أساسي لأمراض القلب، عرضة أساسي جدا لمرض السكر النوع الثاني، وبيحصل خلل في الهرمونات، وممكن يحصل تكيسات في المبايض، وأحيانا بعد الشر عقم لدى السيدات يعني. فعشان كده لما بتبقى السيدة أول ما بتتجوز بتبقى مليانة قوي، ساعات ما بتعرفش تحمل لأن بيبقى فيه لخبطة في الهرمونز، فالدكتور يقولها لازم تخسي لان التخن في منطقه البطن ممكن يعمل لها البولي سيستيك اوفريز او تكيسات على المبايض ياخر لها قصه الحمل. فلازم طبعا نبقى عندنا وعي ان السمنه زي ما قلت يا كريم مش بس شكل جمالي، لا، بيبقى باب لامراض كتيره جدا جدا زي ما انا قلت، قلب، سكر، طبعا. ضغط، بالذات الناس اللي بتاكل ملح كتير في الاكل. طبعا. الملح الكتير في الاكل اوريدي بيعمل يعني أكيد. بيحبس ميه وبيعمل مشاكل يعني. وفي ناس كتير كمان يا دينا لما بتبتدي رحلتها في محاولتها للتخلص من الوزن الزايد وبينجحوا فعلا، بس في منهم يقول لك ايه، انا الوزن راح من معظم اجزاء الجسد الا برضو منطقه البطن. يعني من الواضح كده ان من اصعب الاماكن اللي صعب الواحد يتخلص من الوزن الزايد فيها هي البطن. طبعا يعني هي اكتر منطقه بتاخد وقت انها تنزل، عشان طبعا هي دهون البطن بتيجي من اسباب كتيره جدا، ان احنا ناكل بالليل وننام مباشره وما بنشربش ميه. عايزين يعني الناس كلها تعرف ان الميه اساسي لحرق الدهون وطرد السموم من الجسم، فلازم نشرب ميه، ما ينفعش ناكل اكله تقيله وننام، وناكل بسرعه جدا، وعدم الحركه، عدم الحركه بتبقى برضو اساسي لتجمع الدهون في منطقه البطن، واحيانا اكيد خلل في الهرمونات بيعمل كرش الهرموني ده لازم بنظبط موضوع يعني خلل في الهرمونات، وحتى التوتر على فكره. أوكي. يعني بيسموه كرش التوتر. التوتر ونعلي مستوى الكورتيزول في الجسم بيعمل كرش. أوكي. واحيانا بيبقى طبعا انتفاخ من القولون او وات ايفر، فلازم نشرب ميه كويس قوي، ولازم نتبع نظام صحي في الاكل، ونحاول نتحرك، بالذات الناس اللي عندها دهون في البطن هتعمل الدايت وهتستخدم الكورس اللي هقول عليه، وتحاول تمشي وتلعب تمارين بطن مع الكورس، هتلاقي نتيجه ممتازه في حته البطن. فرصه برضو نعرف المشاهدين تفاصيل الكورس ده ايه. كورس بيستا طبعا من امن واقوى الكورسات اللي موجوده لانقاص الوزن، من انتاج شركه بايو ناتشرالز اللي هي ارقامها ظاهره على الشاشه، لان الوكيل الحصري للكورس هي شركه بايو ناتشرالز اللي ارقامها ظاهره على الشاشه. لو هبدا باول منتج معانا هو منتج بيستا. بيستا جايه من ذا بيست، هو الافضل لانقاص الوزن، لان ازاي عايزه انقص وزني؟ يمكن عندنا مشكله كبيره قوي احنا كلنا، ان احنا ما بنعرفش نمسك شهيتنا على الاكل، فلازم استخدم منتج يقدر يقلل لي الشهيه بقدر الامكان، واحس ان انا شبعانه كذا ساعة. أوكي. ليه منتج بيستا الأفضل؟ لأن منتج بيستا دخله ألياف، ألياف مهمة جدا جدا تحسسني بالشبع، بدل ما أنا مثلا على الغداء ببقى جعانة جدا وأكل طبق كبير قوي، وخلي بالك لو أنا باكل بسرعة أنا ما بحسش بالشبع غير بعد تلت ساعة، فلو أكلت بالراحة هحس بالشبع بعد تلت ساعة. بيستا من أهم الألياف اللي داخل بيستا، اللي لما باخد بيستا على كوباية مية كبيرة وبيتعمل حيز كبير قوي في المعدة، فبتلاقي حجم المعدة قل قوي في الحتة اللي هستقبل فيها، يعني ربع الكمية مثلاً اللي أنا متعود أكلها مثلاً. من أهم الألياف الشوفان وردة القمح وقشور السليم،
دول الالياف مهمه جدا انها تكبح لي الشهيه واقعد فتره طويله يجي 6 ساعات مش حاسه ان انا جعانه، بلس ان الالياف عندها حاجه كويسه قوي انها بتمنع امتصاص الدهون، لو انا عندي دهون في الاكل بتمنع امتصاصها. وداخل منتج بيستا او المكمل الغذائي بيستا داخله الكروميوم، الكروميوم بيقدر كمان يظبط لي مستوى السكر في الدم، يقدر يعلي لي معدل الحرق. وعندي كمان داخل بيستا فيتامين سي. فيتامين سي يقول لك طب ايه اللي دخل فيتامين سي في انقاذ الوزن؟ الدراسات الاخيره اثبتت ان فيتامين سي ليه علاقه قويه جدا في حرق الدهون، بلس طبعا النضاره بتاعه البشره بلس المناعه، لكن ليه علاقه وطيده بحرق الدهون. فاول منتج هاخده من كورس بيستا، طبعا برجع اقول ان بيستا مرخص من وزاره الصحه المصريه، وده بيدي امان لكل الناس اللي بتتفرج. وده معناه ان هو موجود في كل الصيدليات كمان؟ موجود في كل الصيدليات، لكن ممكن ادخل الصيدليه الاقي بيستا ما الاقيش قلب مالتي فيت اللي هتكلم عنه. فلازم لو انا بخس لازم الكورس ده على بعضه، لازم الكورس ده على بعضه عشان ما اخسش ويبقى شعري بيقع، ضوافري بتتكسر، لان انا هقلل حجم الاكل. فمش عايزه اقلل الفيتامينز، الفيتامينز مهمه، ما ينفعش اخس وحاسه ان انا مش قادره اقوم، تعبانه، وشي تعبان، تحت عيني غامق، شعري بيقع، ضوافري بتتكسر. ودي اعراض ناس كتير بتعاني منها لما بتبتدي رحله الخسيه. طبعا فالكورس اخده طبعا زي ما انا قلت منتج بيستا، ألب مالتي فيت اللي هتكلم عنه، مع القهوة الخضراء اللي بتعلي معدل الحرق، مع فيتامين د هدية من الشركة. فالسهل ان انا اخده عن طريق الشركة الوكيل الحصري اللي هو شركة بايوناتشرز اللي ارقامها ظاهرة على الشاشة، او عن طريق صفحة الفيسبوك اللي هو بايو بيستا. طيب استأذنك قبل ما نتعرف من كلامك على تفاصيل ألب مالتي فيت، تعالي نشوف الاستاذ علي وهو واحد كان بيعاني من السمنة في وقت من الاوقات، تعالوا نشوف تجربته كانت عاملة ازاي. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط، كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. الحقيقة دايما من خلال التقارير والفيديوهات دي بشوف ناس بتتحول بالمعنى الحرفي، يمكن ده في ناس كمان اكتر من الكيس بتاعك. طبعا عندنا عملاء كتير جدا جدا، وعندنا طبعا كيس تانية يعني ستات ورجالة يمكن كانوا اوفر ويت قوي وبيتحولوا بيبقوا بني ادمين تانيين. خلي بالك التخن والولد سنه صغير، ما ينفعش يبقى الاوفر ويت ده كله. فالحقيقه لا، انا بشوف نجاح شركه بايوناتشرز في الفيدباك، في كل الساده العملاء اللي مبسوطين جدا من الفيدباك، لان وانس ان انا خسيت بترجع ثقتي بنفسي اكتر طبعا، بترجع صحتي احسن. وبتحس انك انت اوبتيمستيك يعني متفائل وعايز طبعًا. تنزل وعايز تروح الشغل وعايز تنتج. لا قصه ان انا اخس دي بتحولك لبني ادم تاني طبعا اكيد. طيب احنا وقفنا بكلامنا عند ألب مالتي فيت، وقلنا انه لازم اللي بيبتدي رحله الرجيم بتاعته او رحله العلاج مستخدما بيستا تحديدا لازم يستخدم معاه ألب مالتي طبعا فيت. طبعا ليه برشح ألب مالتي فيت كمالتي فيتامين؟ خلي بالك ألب مالتي فيت ده اللي عايز يخس واللي مش عايز يخس. مهم قوي اخد ألب مالتي فيت قرص واحد في اليوم عشان ازود مناعتي، ازود معدل الايض بتاعي، الميتابوليزم، عشان صحة عظمي، عشان أخد حاجة جواها مضاد أكسدة، لأن أنا جسمي كل يوم بيتأكسد. مضاد أكسدة أن أنا أمنع الأكسدة وأمنع التهابات الجسم. فأنا أوريدي أنا بيحصل لي أكسدة يوميا من المقالي اللي بناكلها. لو حد بيدخن التدخين بيعمل أكسدة، لو بتعرض للشمس كتير التلوث اللي في الجو بيعمل لي أكسدة. حاجات كتير قوي بتخلي الجسم يحصل له التهابات. فأنا داخل ألب مالتي فيت مانع للأكسدة. طيب ايه الفيتامينز اللي موجوده؟ طبعا برجع اقول ان ألب مالتي فيت مرخص من هيئه مرخص من وزاره الصحه المصريه، فمهم قوي 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 ان انا استخدم حاجات مرخصه. ألب مالتي فيت من اهم الفيتامينز اللي فيه، لو هبدا معاك بفيتامين بي، انا بسمي فيتامين بي ده الحياه.
فيتامين بي من الكوبالامين، فيتامين بي 12 اللي بينتج لي كرات دم حمراء، من البيوتين المهم قوي لصحه شعري، من الرايبوفلافين، من الثيامين، من النياسين، كل العيله موجوده في الب مالتي فيت. طيب فيتامين بي مهم في ايه؟ زي ما انا قلت لصحه الدم، لتحسين المعدل الايض او التمثيل الغذائي. مهم قوي ان انا طول الوقت الميتابوليزم بتاعي يبقى عالي، وانا كل ما بكبر في السن الميتابوليزم بيقل، فبيحسن لي جدا معدل الايض. داخل الب مالتي فيت كمان فيتامين سي بنسبه حلوه جدا 500 ملي جرام، فانا مش محتاجه اخد فيتامين سي بره تاني. فيتامين سي مناعه، لازم طول الوقت جسمي يبقى جيش رادع لاي فايرال انفكشن داخل عليا او اي الوضع اللي بس كده بالظبط، الفيروسات المنتشره ودخلت الشتاء حتى، يعني فكره طبعًا المناعه مطلوب طبعا. وكمان فيتامين سي فيه ميزه كويسه قوي قوي، انه بيعزز لي امتصاص الحديد. ممكن يكون احنا بناكل اكل فيه حديد، نيجي نعمل التوتال بلاد بيكتشر بتاعنا نلاقي عندنا السيرم فيريتين واقع، نلاقي عندنا الحديد واقع، نلاقي عندنا الهيموجلوبين. الجسم مش بيمتصه كويس؟ الحديد بيسموه المعدن الملك. ساعات الجسم ما بيعرفش يمتصه لان بيحوله لحاجه اسمها من فرس لفرك، وفرك هو اللي بيمتص. وكتير مننا عنده عاده سيئه جدا جدا، ان انا بعد ما باكل احبس بالشاي. لا ده اللي هو ما ينفعش. لو انا باكل اكل فيه حديد لازم اقعد ساعه ما اشربش شاي. احنا عندنا في مصر لا، انا اكلت بقى اديني شاي اديني قهوه. الكافيين بيمنع لي امتصاص الحديد. فمهم ان الفيتامين سي بيعزز لي جدا امتصاص الحديد عشان اقي نفسي من الانيميا. مش معنى الحديد الموجود جوه المكمل الغذائي ده بيمتص بمعرفه الجسم الب مالتي فيت ما فيهوش حديد، في فيتامين سي. اوكي انا بقول هو الفيتامين ده اللي بيعزز امتصاص الحديد تمام. من الاكل تمام. بس اكيد لو انا عملت الكومبليت بلاد بيكتشر ولقيت نسبه الحديد قليله لازم اخد دواء حديد مع فيتامين سي. حتى تلاقي دكاتره البطنه لما بيكتبوا دواء حديد يقول لك خد معاه فيتامين سي. أوكي. يعني بيبقى الكومباتيبلتي بتاعتهم كويسه. بيقولوا عليه الشيء لزوم الشيء. الشيء لزوم الشيء بالظبط. داخل قلب مالتي فيت كمان ممكن اقول الكالسيوم. الكالسيوم مهم جدا بالذات كمان الستات. كالسيوم عندي داخل قلب مالتي فيت بنسبه 70 ملي جرام، يعني معنى كده ان انا ما اخافش اخده كل يوم. يعني دكتوره دينا بتقول اخد كل يوم قلب مالتي فيت وما اخافش. الكالسيوم نسبته بسيطه. الجسم محتاج 1000 ملي جرام، السيدة الحامل محتاجة 1200 ملي جرام، فما خافش من نسبة الكالسيوم الموجودة في قلب مالتي فيت ده 70 بس. الكالسيوم مهم قوي لشعري. طب ما هو 70 ده مش معناه انه قليل؟ ولا ده الرقم المظبوط اللي لا لازم اخد اكتر من كده كالسيوم، ممكن اعوض بقى بالاكل. أوكي. يعني الاكل فيه عندنا البيض الالبان الحاجات دي فيها كالسيوم، بس انا ما اقدرش اخد جرعة مكثفة منه لا عشان ما يحصلش ترسيب للكالسيوم. فهمت قصدي؟ عشان كده بقول قلب مالتي فيت امن جدا ان انا اخده يوميا وما اخافش ان انا الديل يوز بتاعي. عندي داخل قلب مالتي فيت نسيت اقول الزنك. الزنك اعلى نسبه في قلب مالتي فيت 23.9. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، ومهم كل الخلايا اللي عندي بتتجدد في الجسم. زي الدم، زي الشعر، الشعر بيقع بيرجع يتجدد. مهم جدا للمناعة لأن الخلايا المناعية بتتجدد، فأي حاجة بتتجدد من الخلايا في جسمي عايزة الزنك 24 ساعة. فقلب مالتي فيت داخله كمان زنك بنسبة عالية، وقصات الزنك نحاس، لأن أنا قبل كده معاك يا كريم قلت ما ينفعش أخذ زنك على طول والنحاس عندي يبقى قليل. فأوريدي عندي الكومباتبل ده الزنك مع النحاس. وعندي داخل قلب مالتي فيت كمان زي ما انا قلت الكالسيوم، فيتامين عندي فيتامين اي. فيتامين اي مهم جدا كانتي اوكسيدنت ومانع لالتهابات الجسم. عظيم. طب تعالي بقى نروح للاسئله اللي المشاهدين هم اللي بعتوها. في سؤال بيقول هل في انواع مختلفه من الدهون في منطقه البطن؟ بيبقى في انواع مختلفه في الدهون يعني زي ما انا قلت في الاول في الكرش الهرموني. هي الدهون انواع؟ كرش هرموني يعني مثلا البطن دي نتيجه ايه؟ ساعات لخبطه الهرمون تعمل كرش. اوكي. ساعات لو اكلت ملح كتير جدا في الاكل يعمل كرش. التوتر زي ما انا قلت الكورتيزون، لما الكورتيزول الهرمون اللي بيطلع من الغده الكظريه ممكن يعمل كرش. قله الميه وقله الحركه يعمل كرش. فهي وطبعا سوء التغذيه يعني، بس واحيانا عوامل وراثيه على فكره برضه. هل الواحد لازم يبقى عارف نوع الكرش اللي هو بيعاني منه ايه عشان بالتالي يعرف يخطط التخلص منه؟
بيبقى اكيد يعني زي ما انت بتقول، مثلا لو انا اكلت ملح لازم اقلل الملح في الاكل، لازم يعني ملح مهم ما نمنعوش. حد يقول لك يبقى خلاص ما احطش ملح، لا ده القلب محتاج صوديوم كلورايد، فلازم نحط ملح بطريقه معتدله. التوتر الزياده بيعمل كرش طبعا طبعا، واحيانا ادويه الكورتيزونات، الادويه اللي فيها كورتيزون بتعمل كرش. جديده عليا موضوع التوتر دي، يعني الكورتيزون اه مفهوم طبعا، ما هو الكورتيزون، لكن التوتر يعمل كرش؟ لان الكورتيزون اوريدي فيه هرمون عندنا هو الكورتيزول بالقلب. أيوه. الادويه اللي بناخدها بيبقى الاسم الكورتيزون، الكورتيزول ده هرمون بيطلع من الغده الكظريه اللي هي فوق الكلويه. أوكي. فلما بنتوتر لازم الكورتيزول يعلى، فبيعمل لي لخبطه في كل الهرمونز. فلازم نبقى قليلين التوتر، ننام كويس، نشرب ميه كويس، وناكل اكل صحي عشان ما يطلع لناش اي كرش يعني. طيب على ذكر الاكل، هل في اكلات معينه بتتسبب في زياده معدل الدهون في البطن؟ زي ما انا قلت الملح الكتير، السكريات، يعني نقلل السكريات والحلويات بقدر الامكان، والاكل بسرعه 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 برضو بيعمل دهون في البطن. طيب. والمقالي طبعا، الحاجات اللي بنقليها على طول، البانيهات والفرايز والبطاطس. مشكلة بقى، لان كتير جدا جدا من الامهات بصفه خاصه بيستسهلوا طبعا. طبعا سهل. بيستسهلوا وبيستسرعوا، يعني سهل. سواء لجوازاتهم او لاولادهم اللي جايين من المدارس. صح. وفي منهم كمان بيدوا لاولادهم سندوتشات، حاجات ايا كانت ايه هي، بس هي مقليه ياخدوها كمان في المدرسه في اللانش بوكس. لا المقالي يعني نحاول نقلل منها على طول، الحاجات المقليه دي كلها دهون غير صحيه، فنحاول نقلل منها. الدهون الغير صحيه بتتمركز، خلي بالك الدهون الصحيه الجسم بيتخلص منها بسرعه، الغير صحيه بتتحول لكرش، فلازم نقلل المقالي. فالاكلات اللي بتعمل لنا كرش طبعا المقالي، ولو اكلنا كمان بالليل المقالي، الحاجات دي، الملح الكتير في الاكل، الحاجات اللي فيها دقيق، كل الحاجات دي بتعمل لنا كرش، والسكريات والحلويات والمشروبات الغازيه. اه طبعا المشروبات الغازيه يمكن احطها في الاول، الحالات يعني اللي بنتكلم فيها دي. دايما من ضمن ادوات الجريمه انجاز التعبير بتبقى المشروبات الغازيه. يعني انا بحب كل الحاجات تتاخد بالقدر المعتدل يا كريم، الافراط عن الحاجه بتتقلب لضد طبعا. هل في حاجه كمان برضو، يعني استكمالا لكلامنا عن الخسيه، هل في حاجه من موروثاتنا الغذائيه ومن عاداتنا الغذائيه تحبي تنصحي بيها الناس فيما يتعلق بمساله الكرش والتعامل معاه؟ ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا. بس نغير اللايف ستايل بتاعنا ازاي؟ ان احنا اهم حاجه وجبه الفطار دي مهمه، مفيش حاجه اسمها انا عايزه اخس فما افطرش خالص. الفطار مهم، بس ايه الفطار؟ يعني الفطار لما يبقى بيض كويس قوي، البروتينات والياف وخضار، ده كل ده كويس قوي. الشوفان بس ما يبقاش كتير، يعني نحد من قصه الشوفان لان الشوفان خداع. ما ناكلش بالليل، ما نقعدش نحرم نفسنا اليوم كله من الاكل، واجي بقى بالليل اروح واكله جامد. مهم قوي موضوع شرب الميه، ومهم الحركه، يعني مش لازم اروح جيم، بس على طول بيقولوا في الحركه بركه، يعني طبعا. مهم طبعا ان انا اتحرك كمان. الشوفان يا دينا، في ناس بتاخده عشان تزود وزنها، وناس بتاخده عشان تنقص وزنها. صح. انا مش فاهم حاجه. الشوفان هو كربوهيدرات معقدة. أوكي. لو أنا خلطته بحاجات كاملة الدسم ومكسرات كتيرة جدا، يمكن عايزة أقول على قصة المكسرات، هي كلها دهون صحية وبتدي طاقة، بس لو أكلت منها كتير قوي هتخني. فناس بتخلطه بالعزل، بتحط فيه موز كتير، الموز حلو بس ما ينفعش نكتر منه. فلما بيتخلط يعني بالحاجات، يعني هو البروسيسنج بتاعه اللي بيخليه إما يزود أو يعني ينقص. أو ينقص. جميل. انا بشكرك على يعني وجودك معانا في العاده، بيسعدنا دايما وبيفيدنا، وده الاهم، فبنشكرك جزيل الشكر. مرسي. واكيد بشكر كل حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، يوم جديد وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.